بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأكتيفيتي بوك للصف السادس، الفصل الثاني، درس 8. I will tidy up. الآن سنبدأ إن شاء الله بشرح الإكسرسايزز، التمارين، وشرح قاعدة الول. لدينا هنا هذا التمرين مهم كتير، وهو بيحكي عن قاعدة ول زائد الفيرب ون أو الفيرب بيس بنسميه، اللي هو الأساسي. دائما احنا بنعرف ان ويل بمعنى سوف أو س، وهي تفيد المستقبل، إذا تستخدم المستقبل. دائما ويل بيجي وراها فيرب، دائما بيجي وراها فيرب ون اللي هو بيس، مجرد تماما. فإذا بيكون ترتيبها سبجكت زائد ويل زائد verb base، subject زائد will زائد verb base. بغض النظر مين هو subject، كان جمع كان مفرد، بيجي وراها will، ودائما ورا will بيكون الverb one. لدينا الآن exercise one، match and write، صل و اكتب الفراغ. send tidy up go buy put. send بمعنى يرسل، تايد أب يرتب، جو يذهب، باي يشتري، بوت يضع. نمبر 1 A I would like to buy some new shoes، أريد أن أشتري بعض الأحذية الجديدة. B I will go to the shopping center with you، أنا سوف أذهب إلى المول أو محل التجارة أو المركز التجاري معك. إذن I will go، سوف أذهب، هنا تفيد المستقبل، أنا سأعمل كذا سأفعل كذا، ليس فيها بالضرورة تخطيط مثل going to. going to بمعنى فيها تخطيط، planning تخطيط، لكن I will go هون بمعنى سوف، لا تحدد وقت معين وإنما بالمستقبل. هنا لدينا صورة B. number 2 A I have bought a pocket of flowers for mom، أنا اشتريت باقة من الزهور لأمي. B I will put the flowers in a vase، سوف أضع، سأضع. هذه لا تحتاج إلى تخطيط، هذا شيء سوف يعمله أكيد بعد شرائه لباقة الورد، سوف يضعها في الفازة أو المزهرية، فهذا استخدام will. I will put the flowers in a vase، وهي صورة E. number 3 Have you answered your uncle's email؟ هل جاوبت على إيميل عمك؟ B I will send him an email now، سوف أرسل إليه إيميل الآن. I will، سوف أرسل، وهي صورة D. رقم 4 number 4 It's your baby cousin's birthday today، اليوم هو عيد ميلاد ابن عمك الصغير أو بنت عمك الصغيرة. B I will buy her a present، سوف أشتري لها هدية، وهي A سوف أشتري لها هدية. الخمسة Let's prepare the house for our visitors، دعونا نرتب أو نعيد ترتيب أو نستعد في البيت لزوارنا أو زائرين، our visitors. B I will tidy up the living room، سوف أرتب غرفة المعيشة، غرفة المعيشة living room. طيب two exercise two write sentences، اكتب جمل. This weekend، ماذا ستفعل خلال هذا الأسبوع؟ هنا سنستخدم ال future form will زائد the plus الverb البيس. help mom، هنا الجملة I will help mom in the kitchen، سوف أساعد أمي في المطبخ. number 2 tidy up bedroom، I will tidy up my bedroom، سوف أرتب غرفتي في هذا الأسبوع. number 3 buy present، I will buy present، سوف أشتري هدية. number 4
write email. I will write an email. سوف أكتب email. خمسة أو five. Go shopping. I will go shopping. سوف أذهب للتسوق. Exercise 3. Read and write. اقرأ ثم اكتب. لدينا هنا هذه الجمل. I will put the box. Make some sandwiches. I will wash the car. I will tidy up the dishes. لدينا هنا the dishes. Okay. Randa, let's help mom and dad with some tasks. Tasks قلنا هي مهام. دعونا نساعد أمنا وأبينا في بعض المهام. نادر, good idea, رندا. I will dry the dishes. إذا نادر يقول فكرة جيدة يا رندا. أنا سوف أجفف الصحون. I will dry the dishes. رندا, thanks نادر. شكرا يا نادر. I will tidy up my bedroom. سوف أرتب غرفتي. My bedroom. I will tidy up my bedroom. نادر, okay رندا. What about lunch? ماذا عن الغداء؟ رندا, that's another task. هذه مهمة أخرى. Okay, I will make some sandwiches. أنا سوف أعمل بعض الساندويتشات. نادر, good idea. فكرة جيدة. And I will put the books on the bookshelf in the living room. وأنا سوف أضع الكتب على رف الكتب في غرفة المعيشة. رندا, are there any other tasks? نادر, هل هناك مهمات أخرى؟ مهمات أخرى يا نادر. نادر, I will wash the car for dad. سوف أغسل السيارة لأبي أو أنظف السيارة لأبي. رندا, good idea. He will like that. هو سوف يحب هذا. إذن هنا subject I will wash. هذه هي القاعدة. I subject will سوف أغسل. أنا سوف أغسل السيارة. أنا سوف أضع الكتب. أنا سوف أعمل ساندويشات. أنا سوف أرتب. أنا سوف أجفف. إذن هذه قاعدة الول, سهلة جدا وتستخدم في الزمن القريب. Going to تستخدم لزمن أو تخطيط أبعد قليلا. Write sentences. I will make sandwich. I will tidy up my bed. هذه الصورة وبجانبها الجملة. I will dry the dishes. I will wash the car. I will set the table. I will set the table. أرتب المائدة أو أجهز المائدة. I will put the book on the bookshelf. Box. سوف أضع الكتب على رف الكتب.